أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قال السائل يقول: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟ يقول سلمك الله: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟ ليس هناك صلاة نارية، ليس هناك صلوات نارية. إن كان شيء موجود منها فهو بدعة فلا يجوز العمل به.